يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، هل هذه العبارة أو هذا التعريف يقدح في إيمان من قال ذلك؟ وما هو الأثر الذي يترتب على القول بأن الإيمان هو التصديق؟ وكذلك ما هو الأثر الذي يترتب على من يقول بأن الإيمان هو التصديق والإقرار؟ يترتب عليه إلغاء العمل، وأنه ما تضر المعاصي، المعاصي ما تضر ولا تنقص الإيمان، هذا اللي يترتب على الإرجاء، إن المعاصي ما تضر الإنسان، ولا لو فعل ما فعل ما يضره ما دام إنه في قلبه معترف أو مصدق. فالمرجع طوائف، ما هو طائفة واحدة، بعضهم يقول الإيمان هو المعرفة كما يقوله الجهم بن صفوان، وهذا أخطر الأقوال، هذا كفر، هذا كفر، لأن فرعون يعرف بقرارة نفسه، يعرف، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، فهو يعرف بقلبه، إذن يكون مؤمن، يكون فرعون مؤمن لأنه يعرف بقلبه. الكفار يقول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يعرفون أن الرسول صادق، فمعنى هذا أنهم يكونون مؤمنين على مذهب الجهم بن صفوان قبحه الله، هذا أخطر أنواع الإرجاء. ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق، ما هو بمجرد المعرفة، بل التصديق بالقلب ولا يلزم الإقرار والعمل، هذا قول الأشاعرة، هذا قول باطل بلا شك، قول باطل، لكن ما هم مثل مذهب الجهم. ومنهم من يقول الإيمان هو الإقرار باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، قول الكرامية، وهذا قول باطل، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم، والله حكم أنهم في الدرك الأسفل من النار، معنى هذا أنهم مؤمنون. وأخفهم الذي يقول أن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، هذا أخف أنواع المرجئة، لكنهم يشتركون كلهم في عدم الاهتمام بالعمل، كلهم يشتركون، لكن بعضهم أخف من بعض. نعم.